اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا الهدف الذي سجله ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني في شباك ليفربول الإنجليزي أفضل هدف في الموسم الأوروبي الحالي، واختار أغلب المصوتين هدف ميسي في شباك البرازيلي أليسون بيكر الذي جاء من ركلة حرة مباشرة من مدى بعيد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كأفضل هدف في الموسم، وتفوق ميسي على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو صاحب هدف يوفنتوس الإيطالي في شباك فريقه الأسبق مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي احتل المركز الثاني في التصويت.